دخلت على الشيخ يابر، بس دخلت وانا متوتر لان توك صار اكو مشاحنه مع الشيخ. نعم. فدخلت على الشيخ جابر. كان عنده احد؟ لا، بروحه. قاعد بروحه وقال بايده قلم رصاص، قاعد يكتب على ورقه شيء كذي. يوم دخلت طالعني كان يأشر لي بالقلم الرصاص على الكرسي، سلح سلح. العادة مو كذي. شيخ يابر لما تدخل عليه بطلب منه، هو داعيك، ابتسامته حلوة، ويوقف وتصافحه، يطلع من المكتب يقعد قدامك. لا، هالمرة لاحظت انه عنده شيء من كنا متضايق. الجو بشكل عام متوتر. متوتر لأنه في إضراب وفي صحافة بعد تزيد الشيلة شوية، وذاك اليوم بعد زايلين شيلة على الحكومة يعني، وعلى الوزير وعلى الكذا. فقعدت أنا، قال لي وهو ما يطالعني، طالع البنسل يعني، ما زلت أذكر، شو السالفة عبد الله؟ قلت أي سالفة؟ قال الإضراب مالكم. قلت أي نعم. إحنا طال عمرك مضربين بهدف نحقق استقلال واستقرار الجامعة. قال استقلال شنو يعني استقلال؟ قلت استقلال عن الحكومة. الحكومة قاعدة يعني تخضع لضغوطات هائلة من مجلس الأمة في التعيينات، من الصحافة في التعيينات، من الرأي العام، من دواوين، من احنا نبي الجامعة مستقلة عن الصورة هذه كلها. لأن الجامعة بمبارك المفروض تكون مؤسسة قيادية، مو مقودة لمجلس أمة أو ليه صحافة أو رأي عام أو ناس يعجبهم أو ما يعجبهم. لا، نبي الجامعة مستقلة لأنها ستقود المجتمع، ومستقرة لأن نبي معيارية في داخل الجامعة حتى تستقر من الداخل وتستقل في قرارها عن الحكومة. علاقتها في الحكومة ميزانية، أنتوا تحددون لها ميزانية، واللي يرأس رئاسة فخرية الجامعة هو الأمير، أمير البلاد، يجي مع بداية السنة الدراسية ويفتتح السنة الدراسية، وفي ختام السنة الدراسية يجي يختم السنة الدراسية بس. أما باقي العملية كلها القيادية والتعليمية داخل الجامعة، أمور داخلية تتعلق فقط في أسوار الجامعة، ما يوطوط واحد من أعضاء مجلس الأمة، واحد رسمي، واحد ما أبداً أبداً أبداً. حتى وضعنا نصوص أن احنا نمنع الشرطة والجيش أنهم يدخلوا الجامعة بالزي العسكري. كذي مبارك تصير الجامعة لها يعني هيبتها ولها مفعولها في المجتمع. أما إذا بتعاملونها مثل ما أنتم قاعدين تعاملونها الآن، ها يعني تصير مدرسة بس موسعة يعني، وخاضعة لوزارة، كادر وزاري، وهذا ما يليق بالجامعات. وأنا متخرج من جامعة محترمة وشفت فيها أشياء يعني ياريت نتبناها في الكويت. قال وهي قلت المعيارية، يا الأقدمية يا الانتخاب. قلت هالمبدأين. إيه قلت إحنا نبي تطبيق الأقدمية أو الانتخاب ونستقر على الشيء هذا. مو كل 4 سنوات أو 3 سنوات الحكومة تستمزج فلان وتيبه وتحطه فوق الجامعة. قال إذا ما قبلنا المعيارية هذه اللي تقول عنها، سواء الانتخاب أو الأقدمية، ما نقبل. وإذا بنحافظ على العلاقة بين الحكومة والجامعة على ما هي عليه، شنو البديل؟ البديل إحنا نستمر بالإضراب. هني طالعني
يعني كان يطالع البنسل ويحكي وياي. الحين قام يطالعني قال شو رايك انت تصير مدير الجامعه؟ انت يا عبد الله يا نفيسي شو رايك تصير مدير جامعه؟ طب هذا بالضبط اللي احنا مضربين ضده. يعني انتوا الحين اخترت واحد وتبي تعينه بقرار حكومي، احنا نبي يا اقدميه، وانا مو اقدم واحد، ما لي حظ فيها. يعني بالنسبه للانتخاب ما صار انتخاب، خلي يصير انتخاب، واذا انتخبوني اعضاء هيئه التدريس اصير مدير، انا اقبل هذا التكليف من هيئه التدريس مش من الحكومه. مو من الحكومه. انا لاحظت شويه تضايق من هالكلام. قال لي يعني ايش فيها مدير جامعه؟ ليش انت ما شو اسمه؟ قلت لسببين. السبب الاول اللي هو ذكرت لك انه احنا مضربين ضد تدخل الحكومه في التعيينات. بعدين لما اتامل في الموضوع ابو مبارك، ترى انا كرئيس قسم علمي انا اعتبر نفسي وايد ارفع من مدير الجامعه، يعني لان مدير الجامعه مهمته اداريه طال عمرك. ترى اكو جامعات في العالم يراسها مو حاصل على الدكتوراه، اكو جامعات في العالم وجامعات عالميه اللي يراسها ما عنده دكتوراه، لان هاي مهمه اداريه، يعني مو مهمه علميه، وهذا منصب اداري مو منصب اكاديمي. بس انا رئيس قسم العلوم السياسيه، تخصص علوم سياسي اللي هو علم الحكم، الحكم فوق هذا منتخبيني الاعضاء في القسم انتخاب، فما حد فرض عليهم شيء، بالانتخاب انتخبوني. انا اعتبر نفسي وايد ارفع من مدير جامعه ومن منصب مدير جامعه، ولذلك افضل الطباشير واللوح والطلبه والمدازز والهذا. أنا افضل من المنصب ذاك لانه منصب اداري، اللي هو منصب اداري، هذا منصب اداري لا قيمه له عندي انا. واحنا اعتراضنا طال عمرك مو على فلان او علان، لا لا، على المبدا وعلى كلهم زملاء على عيني وراسي، بس على المبدا وعلى المعياريه ماكو معياريه، انتم ما تبون تلتزمون بمعياريه. طيب صار عقب ما انا قلت كذي حط القلم الرصاص خلاص انتهت المقابله. قلت انا استاذنك في مال، طلعت برا. يعني ما طول اللقاء يمكن ثلث ساعة، 20 دقيقة، بس كان الرجل متضايق، يعني متضايق. فطلعت على أمل أني ألقى الأخ هذا وعاض السلاطين هذا، ها الشيخ، ما لقيته. فسألت عبد العزيز كان يقول من دخلت أنت على الشيخ جابر؟ وهو طلع. طيب قال لك شيء هني المشاري؟ لا أبدا. قال لي خير ان شاء الله؟ قلت له والله مو خير عبد العزيز. قال اللقاء ما كان ناجح؟ قلت له لا مو ناجح. قال شو بتسوون؟ قلت له اضراب، ماشيين بالاضراب. هني تقريبا اذا تذكر ايش كثر كان مار على الاضراب؟ هل 3 اسابيع كلها ولا بنص الفتره يعني صار هاللقاء هذا؟ اعتقد بالاسبوع الثاني. لأنه هو الإضراب كله استمر 3 أسابيع. 3 أسابيع. فتقريبا هذا اللقاء صار في الأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني إيه؟ يعني مطلع الأسبوع الثاني. طيب. مطلع. طلعت أنت الحين والنتيجة الاجتماع سلبية. إيه طلعت ورأسا رحت البيت في الضاحية ودقيت على عثمان عبد الملك. قلت له عثمان ترى اللقاء ما كان ناجح ولازم تربط حزامك زين، يعني انت شلح حق الموضوع. قال انت عندك قدا اليوم؟ قلت له والله انا ما عندي قدا الحين، ما عندي قدا انا الحين الساعة 10:30، ما عندي قدا ولا فكرت بالغدا، يعني بالي ويا هالاجتماع مع الشيخ جابر. قال ايش رايك تيجي تتغدى عندي؟ رحت. قال خير ان شاء الله؟ قلت له السالفة كلها. قال لا لازم نتحزم ونستمر، لا الظاهر يعني الحكومة مو مستوعبة المشكلة، يعني
مصرة على يعني موقفها وهذا وهذا. إيه حطوا القدا حطوا القدا. بغادة اللي هو عثمان عبد الملك ما يأكل إلا للطيور، تصدق أو ما تصدق؟ طيب. هو غاوي طيور، عنده محبة للطيور بأشكالها وأنواعها. وأنت غاوي سمك. وأنا غاوي سيفود صح سمك. فقال لي ترى اليوم مو على كيفك، اليوم على كيفي الغداء. قلت تفضل والله ونقعد نتغدى. وقال هو قال الله يرحمه، قال والله يا عبد الله الكويتيين ما ينشد فيهم الظهر وأنا خايف من هالإضراب. أن الدكاترة ما يكملون معاكم. إيه قلت شو نسوي بغادة، شو نسوي يعني مرغم أخاك لا بطل، يعني شو نسوي؟ إحنا نبي إصلاح الحال. يبدو الحكومة مو مستوعبة الشغلة هذه، بس إحنا ما لازم أبدا يعني نبدي لإخواننا في الإضراب أي تراجع أو هالكلام اللي قلته. يعني قال لي أن نفسهم قصير. قلت أدري الكويتيين إيه نفسهم قصير، ملصقين تلصق معروفين. يقول قلت هم صدق، أشهد الله أنك صدقت. يعني رحنا إلى مقر الإضراب اللي هو بتنوية شويخ، كان في مستديرة هناك يقعدون كذا. وقلت لهم عن الاجتماع مع الشيخ جابر. كني ضارب عليهم مدفع يعني صدمتهم بال، كانوا متوقعين ان خلاص راح توصل الى نتيجه ايجابيه. بالضبط. يعني لذلك كلام الدكتور عثمان ان نفسهم قصير. ليش كذي دكتور، ليش كذي؟ قلت والله مو بيدي، انا التقيت برئيس الحكومه وولي العهد وهذا كلامه. يعني نحن راح نستمر على ما نحن عليه، ما نبي لا نظام أقدمية ولا نبي نظام انتخاب. إيش بتسوون؟ قلت بنستمر بالإضراب طال عمرك، ما أمامنا إلا نستمر بالإضراب. يتهامسون الدكاترة. إيه يتهامسون. لا 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 لا. ماكو واحد يوقف ويقول رأيه بوضوح. احنا مع استمرار الاضراب او نشوف لنا مخرج اخر. فالتفت على ابو غاده قلت الربع ترى ما ينشد فيهم الحيل. استمرينا بالاضراب 5 ايام. 5 ايام عقب اللقاء مع الشيخ جابر وينزل ذاك المقال اللي قاصمه، كان قاصمه للاضراب. مقال صحفي، مقال في الصحافة. إيه مقال إن هذولا اللي متزعمين الإضراب يبون مناصب، هذولا يبون مناصب. ما يدري الشيخ جابر توا عرض عليه منصب. هذولا يبون مناصب ويبون فتنة ويبون وإلى آخره، كله تهم. من اللي كاتب المقال؟ كاتب مقال دكتور ومعاكم بالجامعة. أنا بالجامعة. وكان مضرب؟ لا كان ضد الإضراب، لأن يعني أرسلنا له واحد معيد ندعوه إلى الإضراب. قال إذا نجح الإضراب شنو أطلع فيه أنا؟ شنو يعني شنو أطلع فيه؟ يعني شنو الفائدة اللي أنا أخذها؟ القصد مو أنت أو أنا، لا القصد أنتوا بعثتوا له واحد. أرسلنا له واحد وسألها